اهلا وسهلا بكم واهلا بالضيوف الكرام دكتور محمد العبد اللطيف والحارث العمري والاستاذ خالد السليمان وعقل الباهلي الى اليمن. جدل متكرر يثيره العمل الإنساني في اليمن بسبب مواقفه الملتبسة والتي كان آخرها بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، والذي أثار قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بسبب انحيازه للميليشيات الحوثية وتسميته إياهم بقوات الأمر الواقع، وهو الأمر المخالف لقرارات مجلس الأمن وبيانات الأمم المتحدة، ما حدا بالتحالف إلى اعتبار ذلك محاولة لإضفاء الشرعية على الانقلابيين في اليمن. التحالف شدد على قيامه بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني خصوصا المتعلق بحماية المدنيين فيه، وتطبيق أعلى معايير الاستهداف الدولي، مع حرصه على تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن في الوقت الذي أعلن فيه في وقت سابق عن استيلائه على أسلحة حصلت عليها ميليشيا الحوثي من قبل إيران. أستاذ خالد، يعني أنا أحس أنه لا زال موقف الممثل للأمم المتحدة السلبي يعني من المملكة يتكرر. سؤالي هو أين يكمن الخطأ، يعني فيهم أو أننا لا نحسن التواصل مع ممثل الأمم المتحدة؟ لأنه ليست المرة الأولى وإحنا بس نطلع بيانات احتجاج ضد ما يحدث. يعني هو يعني بداية نطمئن، يعني عمر مواقف الأمم المتحدة ما كانت مؤثرة بتأثير كبير في أي قضية على مستوى العالم. فشلوا في ليبيا، فشلوا في سوريا، فشلوا في العراق، فشلوا في كل أزمة حاولوا أن يستعرضوا عضلاتهم أو يفرضوا عضلاتهم فيها. لذلك أنا لا يقلقني مثل التصريحات، هي أقرب للابتزاز السياسي، لأن المملكة أصبحت لها تحفظات على بعض تقديم المساعدات للأمم المتحدة، وبالتالي هم يحاولون أن يضايقوا السعودية في اليمن. تصريح هذا طبعا متناقض تماما مع القرارات الدولية. لا يمكن أنك تسمي السلطة الحوثية بأنها سلطة أمر واقع، هذا مخالف للقرارات الدولية. الحقيقة أنه يعني أنا قبل ما أجي يعني طلعت كشف بما قدمته المملكة لليمن. طبعا لو احنا استعرضنا ما قدم من المملكة لليمن على مدى التاريخ يعني يفوق ما القارون. لذلك أنا حتكلم عن موضوع الأزمة هذه. يعني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم لليمن حتى شهر نوفمبر، يعني الشهر الأخير يعني قبل حتى شهر نوفمبر، 766 مليون دولار. يعني احنا نتكلم عن 2872 مليون ريال. يعني هذه قدمت في أكثر من نصفها في أعمال إنسانية وإغاثة صحية. إذا ما تقدمه المملكة لليمن حقيقة هو شيء كثير. ما تقدمه من دعم لاستعادة اليمن للشرعية الحكم السلطة الشرعية هو هذا، يعني هي تقوم بدور نيابة عن الأمم المتحدة. يفترض أن الأمم المتحدة تشكر المملكة على هذا الدور. المملكة تحاول أن تعيد الاستقرار لليمن، تحاول أن تنتشله من وحل محاولة السلطة الحوثية يعني لا يغيب عن أمين عام الأمم المتحدة ارتهان هذه الميليشيات الإيرانية للسلطة الإيرانية. ولديهم نموذج في لبنان، ولديهم نموذج في العراق، ولديهم نموذج في سوريا. فكيف يعني ينتظر من المملكة أنها تقف متفرجة على تحول اليمن إلى منصة صواريخ موجهة ضد السعودية؟ تخيل فقط، تخيل لو أن الانقلاب الحوثي تم بنجاح وأصبحت اليمن ذات سيادة حوثية وأصبح بإمكانها أن يمارس سيادته في علاقاته الدولية، كيف كان سيكون اليمن وأي خطر سيمثله وأي خنجر مسموم في خاصرة السعودية؟ ممتاز الحرف، أنت إيش تعليقك؟ يعني لأنه لا زالت يعني هناك شكوك حول استغلال الأعمال الإنسانية لتهريب الأسلحة إلى اليمن، كيف يمكن معالجة مثل هذه المواقف؟ هو الإشكالية عندنا ليس في حجم الأموال التي تصرف من المملكة العربية السعودية اليمن، الإشكالية أنها كيف تصرف كما ذكرت. لأنه ما زلنا نرى في مشاكل في على أرض الواقع. لدينا قرابة 1 مليون طفل تحت في تغذية سيئة جدا. عندنا قرابة 3 مليون الذين نازحين في، وأكثرهم يذهبون إلى القرن الأفريقي، الصومال وإثيوبيا. لابد أن يكون هناك طبعا بسبب الحوثيين. بسبب الحوثيين، نعم.
فالإشكالية أنه هذه المساعدات لا تصل بالطريقة الصحيحة الصحيحة، وإلا لما كانت لدينا هذه الإشكاليات. عندنا انقطاع التيار الكهربائي، عندنا شح في مياه الشرب، عندنا سوء في المواد الغذائية التي تخزن لأنها تصل بالطريقة السليمة ثم يستغل من قبل الناس اللي يعملون في المنظمات من الحوثيين أو تسرق أو تسرق. الإشكالية أنه حتى بالنسبة لمسؤول الأمم المتحدة لا يستطيع التفرقة بين الحوثي وبين، لأنه كلهم في النهاية منيين. هناك في تداخل حتى بالنسبة للمسؤول. الإشكالية حتى في استغلال الأطفال، يستغلون أيضا في الحروب، فلا نعرف هل هذا الطفل يحتاج أو هو من في الجهة التي ينضم إليها الحوثيين. في تداخل في الصفوف. أضف إلى ذلك أنه الطبيعة الجغرافية لليمن صعبة جدا، يعني هناك في مناطق معزولة، هناك في صعوبة في المواصلات، هناك في تحديات حتى للشخص المسؤول الذي يريد أن يصل أو يوصل هذه الأشياء بالطريقة الصحيحة في المكان الصحيح. فإحنا نواجه تحدي على المستوى الغذاء، على مستوى حتى في الآن نحن مقبلين على فصل الشتاء، عندنا تحدي كثير في من الأطفال والأسر تتشتت وتموت في فصل الشتاء بسبب عدم وصول الأشياء بالطريقة الصحيحة. ممتاز. عقل يعني احنا نسمع أخبار سارة تصلنا عن تقدم جيش الشرعية، لكن في النهاية أيضا أريد أن تصف لي أفق الأحداث في اليمن، كيف تراها؟ يعني بطبيعة الحال التحالف يدفع يعني الشرعية حقيقة هي الركيزة الأساسية لاستعادة الشرعية في وطنها. التحالف ما هو إلا وسيلة مساعدة ويحميها قدر الإمكان ويقدم لها العون، لكن من يحارب ومن سيدخل صنعاء ومن سيتصرف طبعا هذه الجيش الوطني. المشكلة تكمن في أنه يعني التضاريس اليمنية والشرعية أيضا حتى بدعم التحالف لا يريدون صراحة أن يدخلون صنعاء يعني بالقوة المفردة بالقوة المباشرة، حتى لا يكون هناك وإنما يعني ربما هم الآن يقتربون بشكل يعني قضم حتى يشعر الحوثيين في يوم من الأيام داخل صنعاء بأن الأمور لا يمكن أن تذهب إلا إلى مفاوضات إلى حل سلمي. ويعني هكذا أفهم أنا. صحيح. لكن أيضا هذا ما ليس شيئا يعني نهائيا بأنه هذا، لأنه أحيانا أنت التقدم ما تستطيع تتقدم، فهناك أيضا حلول أخرى مستقبلا لا نعرف إلى أي مدى، لكن لا الشرعية ولا التحالف قادرين على البقاء في هذا المأزق 10 سنوات. لا طبعا سيكون هناك حلول، محاولات، تدخلات أيضا دولية، ربما يعني في أشياء كثيرة يعني محاولات تجري لكنها سرية يعني بالتأكيد. يعني هناك دول كثيرة تسعى يعني، وأنا أعتقد أنه روسيا جادة أنه تبحث عن حل في اليمن، خصوصا الحل سهل. يعني الكل مؤمن بأنه حتى اليوم وحتى غدا بأن الحوثيين جزء من المشهد السياسي، لكنهم لا يقودون اليمن، يعني لا يجب أن لا يقودون اليمن، وبالتالي إذا وصلوا إلى قناعة يعني ربما يقنعونهم أيضا من يعتقد أنهم يعني أنهم على خطأ مثل الروس والفرنسيين، وفي مصالح كثيرة يعني. وأيضا الحالة الإنسانية في اليمن تدعو أيضا كل الأفرقاء إلى أنه يجب إيقاف الحرب في اليمن بتسوية سلمية. يعني ما أرغب بس إضافته طبعا كان فيه مبادرة من أول سعودية لا، بس هم ما التزموا يعني كثير من ولا تزال المبادرات. ما يعني ودي بس أعلق على تعليق بسيط، يجب أن يجري تفهم الأمم المتحدة. الأمم المتحدة دورها إنساني، دورها يعني نقل رأيك، لهم يعني مفوض لليمن يحاول مندوب الأمم المتحدة ويزور ويحاول. فيعني الناس يجب أن لا يعتقدون بأن الأمم المتحدة ستقف ضد، لكن طبعا تظهر شيئا من الـ يعني القيمة للحوثيين حتى المفاوض الأممي يستطيع، لأنه إذا الأمم المتحدة أصبحت عدو للحوثيين لن يكون هناك يعني سماع
من الحوثيين للأمم المتحدة، لكن هذا لا يعني أبدا أن الأمم المتحدة ضد السعودية أو ضد يعني سلوكه، والأمم المتحدة قبل غيرها تعرف قد كم من المساعدات تقدمها المملكة العربية السعودية، كم من الجهد وكم أيضا من النزعات السياسية. يعني وجودهم 3 شهور في الكويت بالتأكيد يعني السعودية كانت أيضا قريبة من مفاوضات الكويت، كل محاولة إخراج اليمن من الحرب، لكن أيضا الظروف يعني غير. أعتقد أنه يعني علينا الإعلاميين بالذات عدم يعني الذهاب بعيدا ضد الأمم المتحدة. أوكي واضح. بس أبي أشوف رأي محمد عن السيناريو المستقبلي المتوقع في اليمن. أنا أتكلم على ما أعتقد أنه مهم في هالجانب. أخي عقل غطى الجانب السياسي كله. أنت عندما تكلم زميلي وتكلم عن المجاعات اللي في اليمن والأطفال وكذا، أنت قلت على طول بسبب الحوثيين. طبعا نحن نعرف الشيء هذا، وكثير من الأخوان اليمنيين يعرفون أنها بسبب الحوثيين، ولكن هل الآخرين في الخارج يعرفون أنها بسبب الحوثيين؟ هنا السؤال. عندما تستعد في حرب أو عندما تدخل في حرب، أنت استعدادك الإعلامي يعادل استعدادك العسكري. يجب. فلذلك المندوبين الأمم المتحدة ناس ما عندهم خلفيات عن منطقتنا، ولا عندهم خلفيات عن 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 الصراع في اليمن. اليمن زاوية صغيرة بالنسبة لهم في العالم. وهم يرون أنه الدولة مثل المملكة العربية السعودية إذا أخذت جانب الشرعية أن هي الجانب الأكبر القوي وهذاك الجانب المستضعف، فعندهم دائما نظرية أنه متعاطفهم مع الضعيف. وبالتالي أنت ستلام يعني. ولكن المشكلة الأساسية اللي احنا ما فهمناها ولا بعد فهموها الآخرين، أنه للحوثيين وللإمامة الهاشمية في صعدة تاريخ عنصري ضد اليمنى أنفسهم. يعني هم اللي يجوعون اليمنى الآخرين، وهم اللي يقصفون المستشفيات، لأنه هو ما يعتبر. أنت لو ترجع لتاريخ الإمامة، كان الإمام بدون حرب يجوعهم، وكانت المستودعات حقته مليانة بالذرة والحنطة وكذا، ولكنه ما يعطيهم شيء لأنه يعتقد أنه هو فوقهم، يعتقد أنه سلالة مقدسة بالنسبة للبقية. ولذلك إحنا لو حددنا منهم الأطفال اللي تعرضوا للأمراض، ومنه المناطق اللي تعرضت، تجدها المناطق غير الزيدية. مضبوط ولا لا؟ فحنا لو نجحنا إلى نقل هالصورة هذه للناس لعرفوا فعلا حقيقة الحوثي. لا يمكن أن المملكة العربية السعودية تستقصد المستضعفين في اليمن وتعيشهم على 2.5 مليون هنا موجودين في المملكة يعتبرون كأنهم مواطنين. لا يمكن المملكة العربية السعودية في تاريخ الطويل من دعم اليمن مثل ما تفضل الأستاذ خالد أنه على طول يتغير بين يوم وليلة. ولكن حتى في مكالمة طريفة بين الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وبين الحوثي، يقول احنا وياك عملنا سوا قضية الكوليرا عشان نستعطف الناس في الخارج، الدول في الخارج حتى ترفع الحصار. كثير من المعونات انا متأكد اللي تدفعها سواء الدول البرة وتدفعها المملكة تنهب وتباع، وياخذها الناس اللي معهم السلاح، منهم الجائعين ومنهم الفقراء ومنهم اللي يصيبوا بالكوليرا او ربما حتى حقنوا بالكوليرا. هذول هم الناس المستضعفة يعني. ولذلك احنا ما يعني احنا دائما ما نوصل هالرسالة هذه بشكل واضح ومقنن، ونتعامل مع العالم الخارجي يعتقد ان احنا معتدين وان احنا كذا وان احنا كذا، ولا احد يعني فسر له. فانت ما تلومه لما يصطف مع اليمني يشوف يماني مصاب بكوليرا يعني وطفل ضحية، بس هو ما يعرف ما هو السبب. نعم واضح كلامك انه عندنا يعني قصور في توصيل. فاصل ثم نعود اليكم.